لم تنفع كل محاولات السلطة للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار بالعصا ولم تقتنع هذه الطبقة السياسية حتى الساعة ان الثقة وحدها تعيد انتظام الاوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشية والاجتماعية في البلاد. الدولار كالمسبار صعودا نحو المريخ، حيث تعيش الطبقه السياسيه اللبنانيه التي لا تحرك ساكنا بينما الادارات العامه سائبه والمرفأ مدمر والمستشفيات دون سقوف ماليه وتتجه للاقفال، والجامعات ما عادت لتجمع الطلاب، والمدارس من دون تلامذه، والاسواق والمتاجر دون سلع، والمحطات دون وقود، والصيدليات دون دواء، وصولا الى انجاز العتمه الشامله ان لم تحول المليارات، هذا بالاضافه الى شعب منتفض يوميا ولكن للاسف صراخه لا يصل الى اذان هؤلاء الذين لا يستوعب عقلهم الا حسابات المحاصصه والربح والخساره والتعطيل والارتهان والكيديه السياسيه. حتى الساعه لا حكومه ولا من يحكمون والبلاد تترك باب جهنم. كل هذه الملفات الساخنه وغيرها نناقشها مع رئيس تحرير موقع في الإخباري الزميل العزيز داني حداد يعطيك العافيه استاذ داني الله شكرا استاذ مروان صادفك شيء على الطريق انت وجاي لا 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 لانه عم نشوف اليوم أط... يمكن. ايه بفتكر لا بفتكر لا, لا. انا عم نشوف خارطة قطع الطرقات يعني بمناطق محدده المتن وكسروين وجبال لهلا يعني خارج خريطه قطع الطرقات يعني اخذ عليك قبل ما نبلش بالملف الحكومي اللي هو شائك الاسبوع الماضي كتبت على الفيسبوك هناك مجموعه من الزعران تقطع الطرقات في لبنان انا تحديدا قلت انه المواطن علقان بين زعران عم يحكموا البلد وزعران عم يقطعوا الطريق ايوه. ايه عم زعران عم بيقطعوا الطريق، انا صراحه ضد قطع الطريق، قطع الطريق على مين؟ على الناس، انا كنت كتبتها كنت علقان بعجقه سير بجل الديب، قطع الطريق بجل الديب هول عم يقطعوا الطريق عم يقطعوا الطريق على الناس فانا مع اكيد مطالب المحتجين واكثر يعني انا مع طريقه التعبير اقسى من اللي من اللي عم يعملوه بس مش بقطع الطريق على الناس هن والناس اللي عم يعلقوا بالعجقه يعني لازم يكونوا كصحافي يكونوا بمطرح ثاني بتفضل انه تكون حتى قطع الطرقات بطريقه منظمه يا قطع شامل كل الناس تقعد ببيوتها بس انا ما في رأي على شغلي وتفاجئ بقطع الطريق يا يقطعوا الطريق بشكل شامل الى حين تشكيل حكومه اقله مطلب تشكيل حكومه يا يروح على طريقة تعبير تاني حسيت انه الاسبوع الماضي يعني عملية التحرك على الارض او الحراك اللي كان ما كان على المستوى المطلوب وما كان مثل ما كان الثورة ب 17 تشرين صح وليه؟ ليه؟ لأنه بكل صراحة إذا الأحزاب ما نزلت ناس على الطريق الناس ما بتنزل فإذا أنت مش ضد أنه الأحزاب تكون منظمة مجموعات أكيد وتنزل تعترض على الطريق أكيد عادة. الأحزاب يلي مش وصلتنا ما وصلتنا لهم في أحزاب يعني هاي نظرية كلهم يعني كلهم في ناس بيعتبروها أنه تفسيرها أنه كل تحت المحاسبة أوكي الكل أكيد تحت المحاسبة بس كلهم يعني كلهم بنرفضهم لا يعني بالنهاية هالأحزاب عندها ناسا وعندها جمهورها وفي أحزاب ما شاركت لا بالفساد ولا شاركت بالسلطة بشكل إنه أظهرت أنه على الأرض يمكن بيتنظيم بيقول لك فلان وفلان كان عنده شارك بالحكومة وشارك بالحكومة أوكي هذا حزب وطبيعي شارك بالحكومة شارك بالفساد أو لا يعني لازم شوي الثورة كمان بحاجة لتنظيم أنا سيس مروان بعد شهر تماما الثورة انطلقت ب 17 20 2019 بعد شهر يعني ب 17 20 الثاني -20 2019 كتبت مقال بعنوان ثورة بلا أفق وسلطة بلا ضمير سلطة بلا بعدها بلا ضمير والثورة بعدها بلا أفق الثورة بنهاية ما وصلت لمطرح بعد لهلا إذا أنت موضوع رفضية السوار لكل المجموعات السياسية الأخرى أنت هيدي أكيد 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 بالنهاية كيف أنه يعني شو وين بتجيب يعني مره قال رئيس الجمهوريه وين بجيب وزراء من من القمر كمان وين بجيب احزاب من القمر وبالنهايه الاحزاب يمكن الافكار اللي هي اليوم مطروحه بالثوره في احزاب عندها اياها من 30 أكيد و40 أكيد سنه و50 سنه و60 سنه ونشات على هذه وهيدي اللي, اللي بيقعد بيفتح لي ملف حزب او وزير او سياسي من 30 و40 سنه لا انه بالنهايه بدك يعني بدك تعمل هيدا المزج بين الاحزاب التقليديه اللي فاسده ولا شاركت بالسلطه بفساد السلطه وبين هذه المجموعات اللي عم تنشا هلا وان شاء الله هالمجموعات ان شاء الله ما تخلينا بيوما ما نترحم على السلطه كمان يعني بعد سنتين على هذه الثوره من 17 تشرين لليوم وكل المراحل اللي قطعت فيها لحديد الساعه ما حققت المبتغى منا اليوم مثل ما شفنا هلا بالمكتب السياسي لحزب الكتائب هناك بيان يقول انه اصبحت الانتخابات النيابيه المبكره هي الحل الوحيد لاعاده انبساط السلطة من جديد لكي يختار هذا الشعب مين اكيد بس بدنا نبلش انا برايي خريطه الطريق ما نروح على تشكيل حكومه اقل له توقف الانهيار الحكومه ما راح تشيل الزير من البير خلينا نكون يعني واقعيين بس الحكومه اقل له توقف الانهيار ترجع تنظم هيدا الوضع الداخلي اللبناني ترجع تعمل هيك انتخابات وتعمل يعني يعني هيك يعني خلينا نقول صدمه ايجابيه عند الناس بتادي يمكن لتخفيض سعر الدولار الى حد ما يعني تعمل نوع من الصدمه ايجابيه لا نعمل انتخابات نيابيه مبكره على البارد اذا فينا نقول على الحامي وعلى كل يعني هو تيسيره تتشكل حكومة وتاخذ الثقه وهيك بنكون صرنا بالانتخابات النيابيه موعدها انا برايي اذا حفظنا على مطلب اجراء انتخابات نيابيه بموعدها بنكون عملنا منيح هو الخوف رح نحكي عن الموضوع رح نحكي عن موضوع يعني احتمال تطير الانتخابات اللي بمواعيدها الدستوريه رح نحكي فيه لكن في سؤال بعد بما خص الطريق والثوره طبعا استاذاني حضرتك عم تكتب اليوم حضرتك بين الناس حضرتك عم تسمع كل الاراء هل صحيح ان الثوره اصبحت في عقول الناس داخل بيوتهم وان كان هناك انتخابات ان كانت نيابيه مبكره او ان كانت في مواعيدها الدستوريه سيكون هناك تغيير تقول لك شو الثورة أنا بي يعني كمان بعد يعني تقريبا شهر الثورة شهرين من الثورة كنت مبادئ بعقل الناس كنت أحد يعني قاعد مع أحد أبرز زعماء السلطة إذا في يقول بفترة ببداية الثورة قال لي إنه عد لي إياهم هو كل اللي عم ينزلوا بكل لبنان ده بيطلعوا 2001 قلت له ما تاخد على العدد اليوم في غضب يعني بقلب كل شخص موجود بقلب بينزل كل على الطريق بقلب كل بينزل على الطريق ما بينزل على الطريق بيقعد يمكن قاعد ببيته عم يتفرج على التلفزيون بس هيدا بده يجي نهار بكره او بعد جمعه او بعد شهر او بده يعبر عن رايه بصندوق الاقتراع ولا بد ما يعبر عن رايه لانه الفرصه هاي الانتخابات رح تجي يوما ما رح تجي بوقتها ابكر مأخرة رح تجي هيدي من بعدها ما له حق بقى حدا يقول الحق على السلطة وهذا حرامة وهذا فاسد و... هاي الفرصة أخيرة. الأخيرة رح تكون و... ورح تجي يعني أول على آخر رح تجي الفرصة ف إيه يعني الصورة صارت الثورة كلمة يمكن كبيرة بس هيدا الغضب يلي عند الناس هذا موجود عند كل واحد منا واللي بينكرو هذا يعني مثل ما قلت بمقدمتك عايش بالمريخ مثله مثل هودي اللي حكمينا اليوم عايشين بالمريخ وعايشين بلا ضمير وعايشين شو ما قلنا توصيفات تن... تنوصفون يعني انا صراحه كنت شوف على مواقع التواصل الاجتماعي ناس حكي عم بيحكوا عن زعماء او عن رؤساء بطريقه يعني فيها شوي هيك اذا فينا نقول اخلاق يعني. هلا صرت لا بقول يعني معهم حق لانه يعني ما حدا عم يعني وقتها هيدا اللي حكمنا مين ما كان يكون وباي موقع ما عم نحكي عن موقع معين باي موقع كان هالقد بيكون بلا ضمير وهالقد مش شايف عذابات الناس يعني نحن هلا كنا عم نحكي تحت الهواء انه كل ما نروح تنشتري غرض يمكن نحن بعد قادرين نشتري بس بنفكر باللي مش قادر بقى يشتريه يعني في مقومات الحياة البسيطة جدا ناس بطلت متوفرة عندها البسيطة جدا يعني لقمة الخبز بطلت متوفرة رح نفوت طبعا على شق ايضا عنا شق اقتصادي والحال اليوم ولكن سؤال داني هل بكل حياتك اللي عشتها اليوم بلبنان شهدت مثل اللي شاهدوا اليوم يعني دولار 15 ألف أكيد لا يعني أكيد لا. أنا في يعني اليوم هذا اليوم, اليوم نحن نعتبره أنه اليوم كمان مرحلة انتقالية لأنه ما هذا سكور ما, ما شهدناه نحن لأنه بتعرف ليه؟ لأن اللي حكمينا مش شايفين مثلهم كمان قبل لأن هيدي قلة الضمير وحالة النكران الموجودة عندهم كمان ما شهدنا مثيل لها يعني بعز الحرب وبعز الميليشيات وبعز أمراء الحرب كان الى حد ما في يعني من ناحيه يعني على كان كل ميليشيا مزبطه جماعتها مزبطه منطقتها اليوم يعني يعني دائما كنا ننتقد يعني كنا ننتقد على طول داني نحن كصحفيين وكرأي عام وكمجتمع مدني ايامات كثير كنا ننتقد المستشفيات الخاصه انه ما بتفوت الناس اذا ما دفعوا وانه اذا ما الهيئة الضامنه امنت لك كل المصريات اليوم انا كنت عم بغطي موضوع لا نقيب المستشفيات خاصه سليمان, هارون تعاطفت مع المستشفيات الخاصه اليوم تعاطف حتى مع السوبر ماركت مش مع السوبر ماركت يلي بيتهموها اليوم في يعني آه يعني انا بعرف كثير اصحاب سوبر ماركت شو بيعملوا وفي اصحاب مؤسسات تجاريه هودي من الناس كمان هودي عم بعينه اليوم ما في حدا يلام الا المسؤولين عن تاخير تشكيل حكومي هودي هن اللي يلاموا ما حدا لا يفش خلقه بواجهه محل ولا بمصرف ولا بسوبر ماركت اللي بيلاموا اللي, اللي حكمين البلد واللي عم يمنعوا اليوم تشكيل حكومي هيدي وجهه المعارضه لازم تكون يعني كمان الحكم بالعصا انه اذا طلع الدولار بنلحق الصراف بالعصا اذا السوبر ماركت زلمه عنده دكان خايف يبيع بضاعته شريعة على 8000 بثلاث ايام صارت 15000 خيفان يبيعها سكر منجيب امن الدوله وبنجيب الاقتصاد وبنلحقه بالعصا هيدي كمان هون يعني هي الحكم بالعصا كيف بده يمشي يعني اليوم في رئيس جمهوريه في رئيس حكومه مكلف اثنيناتهم مخولين يوقعوا على تشكيل حكومه هؤلاء الشخصين هن مسؤولين ميشيل عون وسعد الحريري وما راح اقول لك مع حفظ الالقاب هن الشخصين مسؤولين عن اللي عم بيصير اليوم بالبلد من هالمنطلق لا حكومه ولا من يحكمون اين اصبحت اتصالات التشكيل والتاليف يعني المتوقفه اصلا وهل من بوادر للاستئناف؟ لك شو نهار الخميس المساء في اطلاله لامين عام حزب الله هيدي الاطلاله راح تحدد المسار انا حسب معلوماتي اه محسومه ايه آه رح نشوف نتائج زيارة وفد حزب الله إلى موسكو من خلال الكلمة رح يلقيها السيد نصر الله، ورح نشوف آه يعني نتيجة الاتصالات يلي صارت بالساعات الأخيرة، صار في اتصالات بالساعات الأخيرة، صار في زيارة من آه المسؤول في حزب الله الحج وفيق صفا إلى الوزير جبران باسيل من كم يوم، صار في مبادرة أطلقها الرئيس بري وجرب يسوقها مدير عام الأمن العام لواء عباس إبراهيم، وصار في الاتصالات يلي عم بقوم فيها البطرك الراعي بالتنسيق مع آه لواء ابراهيم هيدي الاتصالات لهلا في يقولوا لهلا عم تصطدم بتعنت رئيس جمهوريه واكيد معه الوزير بسيل ورئيس الحكومه المكلف لهلا طيب. هن بموقع الرفض رئيس الحكومه المكلف التعنت هو على العدد اللي هو 18 وزير ولا انا برايي لا على العدد ولا على شيء انا آه. برايي لا على العدد ولا على شيء ناطر عشي. السعوديه ناطر السعوديه انا مقتنع انت انه الرئيس الحريري مم. ناطر السعوديه يجي اوكي منا على حكومه شكل هالحكومه اللي ناطرها من هنيك ناطر رضا او ناطر اوكي على يجي. حكومه معينه بس يجي رضا الخارجي وقرار الخارجي كل هيدي الافرقاء والتعنت والطلت المعطل وحقيبه الدخلية وحقيبه الطاقه كله بي ذهبوا مع الريح كله ذهبوا مع الريح بس بالنهايه انا لا بدي لوم السعودي ولا بدي لوم الايراني ولا بدي لوم الامريكاني بدي لوم انا اللي عندنا صحيح بد... انا اللي على اللي عندنا اللي على الشخصين يلي مخولين يوقعوا على تشكيل حكومه طيب. رئيس الحريري ناطر السعوديه الرئيس عون شو ناطر بصراحه بطلنا نعرف شو ناطر لانه أكتر حدا متضرر مفروض يكون من الوضع الحالي هو الرئيس عون كل يوم عم يمرق عم اكيد عم, عم يطلع الدولار وفي ناس عم تفرق عم تفقر وفي ناس عم بيصيبها البطاله وفي مؤسسات عم بتسكر بس كل يوم عم يقطع عم بيروح يوم من عهد الرئيس عون هلا الرئيس عون عنيد ومعروف بتاريخه عنيد ومعروف بتاريخه بيخوض حروب يمكن آه معروفه نتيجتها بس اليوم بيلعب سولد بس اليوم عم بيلعب سولد بكل الشعب اللبناني يعني في يلعب سولد اللبناني. لوحده بس ما في يلعب سولد مع كل الشعب اللبناني اليوم يعني آه بعهد بكره بعد عشر سنين او بعد عشرين سنه مثل ما قلت سيدة كلودين عون فينا نحكم على العهد بعد عشرين سنة بعد عشرين سنة ما حدا رح يقول رئيس عون حصل وزارة الداخلية للمسيحيين بعد عشرين سنة يبطل في مسيحيين بالبلد مزبوط. رح يقولوا بعهده فرط الدولار ورح يقولوا بعهده انهار البلد ورح يقولوا بعهده جاعوا الناس اليوم اليوم حتى عند <applause> عند الطيار وطن الحر وعند فريق الوزير بسيل وهيدي انا معلومة مأكد منها احتمال انقاذ عهد الرئيس عون صار عندهم معدوم يعني صاروا مقتنعين انه لا يمكن غير افضل يعني. لا يمكن انقاذ العهد الرئيس عون خلينا نامن وصول وزير جبران بسيل بطريقه ما. اه بيعتبروا انه هون التعنت صار آه. مربح بطل مخسر صار ممكن هاي الخساره الخساره وقعت الخساره آه. وقعت خلينا نشوف شو فينا نحصل للوزير بسيل والوزير بسيل حتى بطل هم ولا انا ولا انت ولا غيرنا صار همه حاملي البطاقه بالطيار هو كل خطابه اللي سمعناه الاحد واللي عم نسمعه بعد جمعه وبعد شهر وبعد شهرين رح يكون موجه الى جمهور الطيار وطن الحر كل اذا بتشوف كل اطلال يعني الوزير للوزير, بس بسير نعم. كل اطلال للوزير بسيل كل إطلالة للوزير بسيل بتشوف من بعدها حرب شعواء عليه في شيء قسم منا ظلم وفي قسم منا محق بس اليوم وهو بيعرف هالشيء بيعرف انه بعد كل اطلاله رح يصير في هجم عليه بس هو بهمه شد العصب بالداخل الطائر وطن الحر هيدا صار الهدف انقاذ ما يمكن انقاذه من جمهور الطيار عبر شد العصب وعبر الذهاب للاخر بالمعركه وبالتعنت اليوم اي تسويه راح تخسره للوزير بسيل يعني هذا بيدل انه هو شاعر انه داخل التيار الوطني الحر في تململ من أكيد. الاداء على مدى خمس ست سنين لوصل لهذا الوضع أكيد. يعني فضل ينقذ التيار ومستقبله السياسي وما تبقى من مستقبله السياسي على ان ينقذ عهد اللي كان حلم لالون عهد الرئيس حالي 100% اليوم اذا ناخد واحد واحد تكتل لبنان القوي واحد واحد بالاسم في القسم الاكبر او خليني اقول النص اليوم بيختلفوا بالراي مع الوزير بسيل بكل اجتماعات تكتل عم بيصير في تباين بالراي بكثير مواضيع بموضوع سلف الكهرباء كان في تباين بالراي بعد في تباين بالراي اكيد اكيد بعد في حدا أكيد. بيقول غير راي الوزير أه. أكيد. بسيل اكيد وعم تكبر وعم تكبر وانتبه الوزير بسيل خلينا كمان نعترف له بشغله انه ما انه ديكتاتوري باخر شيء بيعمل اللي بده إيه. اياه ولكن يعني انتك... دخل انتقاء, داخل بي... انتقاء النواب بي... بي بالانتخابات كانت على اساس انه قريبين كلهم باستثناء طبعا ناس عندهم يعني هن تميز يعني معين بس ناين. لا عم بحكي بس انا, بس أنا ممكن عن النواب رأي ممكن عن يمكن بموضوع المال هو رايه غير رأي اكيد وفي بكثير اراء والنائب لعون شفنا اليوم صرح بعد جلسه اللجنه المشتركة رايه بمكان ما في تميز حتى النائب يعني ابراهيم كنعان النائب قلاعون وغيره بس عم بيطلعوا يحكم بموضوع الحكومه مثلا عم بيقولوا الحق على الكل منهم وبالجر يعني ما عم بيش بي ما عم بيميزوا حالهم يعني عم بيحطوا المسؤوليه على على الكل وهذا نوع من تميز يمكن كمان ملفات من جمهور على الارض اللي صار إيش في نواب في نواب آه. قاعدين برج عاجي وما بيشوفوا الناس آه. بس في نواب على تواصل يومي مع الناس وهو دي عم بيسمعوا راي الناس وعم بيسمعوا غضب الناس انا احد النواب من من تيار الحر تلاقيت انا وياه ببيت بي بي عم بيقدم واجب العزاء قال لي انا هلا اذا بدي اطلع من البيت مجبور المرافق يوقف لي على مدخل البيت ما في قطع الطريق لان اذا قاطع حدا بيسبني وقال لي انا لا فاسد ولا شاركت بالسلطه هو كشخص ولا مسؤول عن كل اللي عم بيصير بالبلد بالعكس انا ماني يعني راضي انا السياسة. بتحمل تبعات السياسه يعني بالنهايه هودي طبيعي يكون عندهم تباين بالراي كل النواب اللي عندهم تواصل مع الناس يعني والا بيكونوا عايشين بحاله انكار وعم تحكي من اسبوع عنده مقال بعنوان الانكار الانكار يشمل الجميع بما فيه العهد حقوق المسيحيين استاذاني وهيدا الشعار اللي على طول رافع بيرق التيار الوطني الحر عند كل مناسبه عند كل استحقاق عند كل تشكيل حكومه عند كل انتخابات نيابيه حقوق المسيحيين حقوق المسيحيين ماذا بقي من المسيحيين ومن حقوق سماروة. المسيحيين انت ومن مسيحي. البلد انت مسيحي وانا مسيحي انت بتفضل يكون عندك حقيبة الداخلية معك ما ياخدوها سنة ولا بتفضل يرجع الدولار لستة الاف واربعة الاف وثلاثة الاف بتفضل بكرة حضرتك عندك طفلة بكرة بتفضل حقيبة الطاقة ولا تقدر تدفع لها قسط تفوتها على المدرسة مية بالمية المسيحيين قوتهم من قوة الدولة كل ما بتقوى الدولة بيقوى المسيحيين والطبقة الوسطى أكيد والمؤسسات أكيد والإدارات الوسطى. إيه وال وال والمدارس والجامعات والمستشفيات يلي معظمها مسيحية معظمة وعم يخسروها وعم يخسروها عم يخسروها المستشفيات عم نشوف مين عم يشتريها والجامعات عم نشوف مين طلابها صاروا الأكترية لأنه المسيحي بطل قادر يدفع قادر يدفع قسط يعني واليوم بالوضع الحالي اكثر ط... كل الطوائف اكيد ما عم نحكي طائفين كل الطوائف متضرره وكل الطوائف عم تدفع الثمن بس المسيحيين عم يدفعوا الثمن اكثر لان هن كانوا بشكل عصب الطبقه الوسطى وكمان ما بنكون عم يعني لا عم نبالغ ولا عم نحكي شيء ما بيعرفوا الناس انه طريقه عيش المسيحيين هي مختلفه بمعظم خليني اقول بمعظم طريقه عيشهم يعني مختلفه وبيعيشوا برغد معين وموضوع و... بي... تعليم بي... معين جامعات معينة و... خاصة وعندهم الإنجاب محدود لا لا أسلوب حياتهم يعني عايشين بأسلوب حياة معين هذا كله عم يدفعوا ثمنه اليوم هيدا وهل اللي عم بيحكيهم بالحقوق ما عم بيحصلهم شيء من هودي بالعكس اليوم بين خطاب جبران باسيل وبين خطاب قائد الجيش عنا أسبوع تقريبا اليوم داني حداد بكل تجرد كصحافي وقارئ سياسي وككاتب سياسي كيف تقرأ ما ت... يعني تفضل بقائد الجيش وتوجه بكل صراحة وبكل وضوح إلى العسكريين وحتى إلى السياسيين وقال لهم لن ننتظر بعد الكثير أعطيناكم فترة سنة سنتين مش عم تعرفوا تشكلوا حكومة نحن جيشنا ما رح نخليه جوع جيشنا ما بقي يتحمل تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم وتوجه للجميع بينما هناك تحدثنا عن مشرقية وعن تحييد تمنقول الحياد اللي قالوا البطل العناوين يعني الكبيرة يعني العناوين الكبيرة, عم الكبيرة عم كيف بتلاقي بين العناوين ومن كان الخطاب الأسلم أو اللي أخذ صدى أكثر بالأوساط الشعبية خليني أقول لك العناوين اللي طرحها الوزير بسيل ممكن هي عناوين للنقاش وممكن بعض القسم منها معه حق فيها يمكن أو أقله يعني صالحة للنقاش بس هلا هل وقتها جلسات نقاش هلا هل وقتها يعني أنت بتحكيني بالحياد وبالمشرقية وأنا مش قادر آكل؟ يعني على لمين عم نتوجه بهالشعارات؟ للناس جوعانة؟ إيه. إيه يعني بالاثنين يعني هلا هل هلا يعني الوضع لا يسمح إلا بإنه يعني لا بفريكة ولا بما بعرف حلول هيدي الحلول ال... أنا قبل ما تأمن لي حل بديل للأزمة، لا وصلتني للأزمة؟ لا وصلتني جوع؟ قبل ما تقول لي كول فريكي، لا وصلتني جوع... ل... لجوع؟ يعني نرجع لموضوع قائد الجيش قائد الجيش عم بيقوم بجولات قسم منها عم بتكون معلنه قسم منها مش مش معلنه عم بيقوم بجولات على المراكز العسكريين عم بيشوف اشياء بحياتهم الشيفة، عم بيشوف العسكري اللي بدلته مجوية عم بيشوف العسكري اللي صار له جمعه مش قادر يتحمم عم بيشوف العسكري اللي, عم اللي صار عم بيجي ورا بعضه. من, راس بعلبك على بيروت عم بتكلفه الانتقال بين 20 و30 الف ليره كل مشوار بالمجي وبالراحه مثلهم 20 الف ليره إيه يعني خلص معاش خلص معاش وهو عم بيشوفهم هو عم بيسمعهم كل يوم في انا رح اقول لك اكثر في عسكريين عم يعملوا تجاوزات مسلكيه عم يعفوا عنهم لانه اليوم في عسكريين عم بيهربوا من الجيش ايه وفي حتى في ناس عم يعملوا يعني اشياء ما عم بيعاقبون لانه ما فيك تعاقب عسكري ميت من الجوع على لانه تاخر ولانه فل قبل بوقت ولانه تخلف عن الايام بمهمه بسيطه عطيت له هو كلهم يعني كان بحاجه هلا ما بعرف مين سمع وقديه سمع بس كان بحاجه يعمل هالخضه قائد الجيش دغري صار التصويب عليه انه مرشح للرئاسه وفتح معركه رئاسه انا شخصيا ايلي قائد الجيش شخصيا انه انا بخلص ولايتي تاني يوم طالع على العيشيه ازرع ارضي واقعد ببيتي فوق لا بدي رئاسه ولا همي رئاسه بس هو بالنهايه بالفتره اللي بقيت له بده يحمي هالعسكر وبده يحمي هالمؤسسه يلي هو طلع منها ويلي هو شخصيا اليوم دا صار معيشه لقائد الجيش اكيد قائد الجيش عنده دولار امتيازات دولارية. معينه بيستفيد منها بس بنية بده ياكل ويشرب وعنده واجبات معينه تجاه عائلته هو ادمي معروف عنه اكيد هو ادمي وحتى بخليني اقول بعهده بقائد الجيش في كتير اشياء كنا نشوفها بعود سابقا بطلنا نشوفها كنا نشوف بالمطاعم كلها المطاعم المعروفه والغاليه نفوت ما نلاقي الا قضاه ومدرع عمين وضباط اليوم هيدا بطلنا نشوفه بالنايت كلابات ما كنا نشوف عم يرقص على الكراسي والطاولات الا ضباط وما نشوف ناس يدخنوا سيجار الا ضباط هذا كله بطلنا نشوفه مع الـ مع العمادات صحيح استاذ بس من الطبيعي ان يكون هناك يعني حساسيه معينه او تنافس غير معلن بين قائد الجيش وجبران بسيل اليوم أكيد. قائد الجيش بالاوساط الشعبيه مقبول جدا يمكن بالاوساط الخارجيه ايضا اوروبيا امريكيا في آه، شغله ليفت امبري للجيش الجيش الجنرال ماكنزي اللي, اللي زار لبنان صحيح ما التقى الا قائد, قائد الجيش يعني, يعني طلع اولاد بالبقاع طلع أو من عوكر على البقاع ليفتتح بير ماي صحيح وما ما خصص وقت ليروح يلتقي مسؤول سياسي، هذه كمان رساله معبره انه انه كان معه وقت يطلع على البقاع كرمال بير ماي وما كان عنده وقت يروح على سرايا الحكومه او عصر او على وزاره الخارجيه او على وزاره الدفاع. متى تفتح معركه رئاسه الجمهوريه على مصراعيها برايك؟ هي فا يعني رئيس عون فتحها من زمان يعني بمجرد انه يعني تجيير كل شيء تجيير كل شيء للوزير جبران بسيل هو فتح المعركه بس ال... بس فينا نفتح معركه رئاسه جمهوريه ع... بظل غياب الجمهوريه يعني اليوم نحن بلد اكيد المعركه هي معركه لقمه عيش والمعركه في معركه انتخابات نيابيه قبل وفي معركه النهوض من الانهيار الاقتصادي بس نطلع منه هودي بنرجع بنحكي ب لانه غير شيء بتكون رئاسية. بترك على مكه يعني 100% مية, بالمية. مية بالمية. بس خليني اقول انه بالمسار اللي رايحين عليه مش رايحين على رئيس جمهوريه قوي بين مزدوجين يعني نظريه الرئيس الجمهوري القوي اللي شفناها مع الرئيس عون بشك كثير بشك كثير انه تتكرر رايحين على رئيس جمهوريه تسويه رئيس جمهوريه مجتمع مدني، رئيس جمهورية بحكومة آه قوية يوصل إلى بلد 100% أستاذ اليوم يعني موضوع شائك ورح يدل شائك وكان شائك ورح يستمر شائك في المستقبل، جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم لدراسة سلفة الكهرباء 1500 مليار ليرة أم م. العتمة؟ آه شو الجو؟ رحنا على رحنا على تسوية يلي هي يعني خلقت التسوية امبارح بالساعات الأخيرة بعد اتصالات في كان مسعى بين الوزير بسيل وما يعني ما بعرف حتى ليه الوزير بسيل بعده كل شؤون الطاقة هو هو يعني فاوض مع مدير دائرة مناقصات فوض مع مدير دائرة مناقصات عبر وسيط السجان جان فوض هو مش وزير وزارة الطاقة عبر وسيط له لحل لمناقصة الفيول هلا فاوض بموضوع سلف الكهرباء يعني انه الدور اللي لازم يقوم فيه وزير الطاقه يلي خلينا نشهد له انه ادمي وانه هو منه طاير وطن حر حتى يعني عم بي عم بيصدر له دوره الوزير باسيل بموضوع السلفه بتلاقي حل انه هيدا اكيد ما حدا بيحمل هيدي ورقه خلينا نقول استعملها الرئيس بري للضغط انه قال له لوزير الطاقه روح شكل حكومه شكل حكومه وخذ سلفه فتشكيل حكومه هلا امر متعثر فاستعملوا هيدي الورقه اليوم ما حدا بيحمل العتمه فشو اللي رح ينعمل؟ هيدا المبلغ رح يندفع ورح يندفع اكثر منه بس بشكل تقسيط، اليوم شفنا 200 مليون دولار يعني 300 مليار, مليار, مليار ليره رح ين... رح يندفعوا وكل ما قربنا من العتمه رح نرجع نشوف نفس الخضة ورح نرجع نشوف ضغوطات رح يرجع تستعمل الورقه اليوم ليندفع قسطين يعني قلنا إيه 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 20 سنه يمكن أنتقل 30 سنه صحافه وكلنا بنعرف هالشيء انه هيدي العتمه ما قالش افق نور بالاخر يعني هذا التونال ما عم بيخلص وهذا الموضوع اللي, اللي, لازم نحن نحكي فيه ونضلها نفس الناس اللي عم بيهاجموا حاكم مصر في لبنان انه عم تستعملنا اموالنا واموال المبدعين لتدفعهم هون وهون هن ذاتهم اللي طالبوا باعطاء السلفه لمؤسسه كهرباء لبنان لتجيب فيول يعني هودي المصريات اللي اندفعوا من مين؟ طب بموضوع, بموضوع كه... يعني موضوع كهرباء موضوع كهرباء لبنان الى متى وليس من الاجدى ان تعمم اللامركزيه الكهربائيه على كل لبنان ونطفي هالمؤسسه بقى اللي عم بتكلفنا مليارين كل سنه التجربه برهنت وخصوصا بفتره كورونا صار يعني زاد صارت واضحه اكثر اللامركزيه حل كثير ازمات اليوم شوف عم شوف بلديات افضل من الوزارات ان يعني اليوم موضوع اللقاح اذا تكلف البلديات الكبيره او اللي عندها إمكانية ماديه بيطلع لبنان اللقاح. بجمعه 100% بكل موضوع كورونا عملت يعني شغل جبار البلديات بينما كان شفنا الدوله شو عملت وبكتير ملفات زيت شيء وبالكهرباء زيت شيء شفنا تجارب زحل وجبال وغيره كمان يعني هيدي حلول بديله بس المؤسف انه عم نروح على حلول بديله بدل ما تكون الدوله هي اللي عم بتقوم بهيدي الحلول بس اكيد لمركزية صار امر واقع وامر يعني ضروري خصوصا يعني نحن عم نشوف يعني في منحة طائفة عم بيزيد بالبلد لا مركزية ممكن تخفف منه حتى وخلي يصير التنافس على الخير مش التنافس على الشر على المشاريع اكيد مية اكيد 100%، بعدين موضوع اللامركزيه الكهربائيه هذا موضوع لازم يعني آه خلص ينبت بقى لانه بالفعل اليوم اذا بدك تحسب من ال 90 لليوم نحن عندنا 30 سنه بدك تضربهم بمليار يمكن اول 15 سنه خساره 15 مليار وترجع ال 15 الثانيين 30 عندنا 40 45 مليار دولار يعني نص العجز الدوله ونص الدين العام هو كهرباء ونحن عم نقول انه كانت مدعومه الكهرباء في فاتوره المواطن عم تجي خفيفه بالمقابل كنا نحن عم ندفع موتور وما عم تجي والاحتياط الالزامي اللي هو اموال الناس اليوم بلشوا يشيلوا منه تيرجعوا يكفوا الكهرباء يعني كيف ما برمطه استاذ مروان انت بيجوا بيعطوك ملف اوكي بتعرف انه هذا الملف صعب توصل فيه لمطرح او بتجرب وبتفشل وبيعرقلوك وما بتن وما بتنجح اوكي بيعرقلوك وما بتنجح بتضلك ماسكه للملف وهو عم يحرقك وعم بيسبب لك مسبات يوميا ولا بتسلمه لحدا تاني وتشيل هذا الثقل عن عن كتافك بالحديث اليوم في في نعم. حزب سلم هذا الملف خليني اقول لك عرقلوا ما راح اقول لك هو فشل خليني اقول لك عرقلوا تعرقلوا وما ينجس اوكي شيل هالملف سلمه لحدا تاني وتفرج ليش هذا التمسك بعد ما عرق الحكومه لا بدنا وزاره الطاقه شو هالوزاره السحريه هل يعني في كمان ما الدخلية أه كمان معه هل. لأنه هيدي وزارة الداخلية بكره رح تنظم انتخابات وبظل هيدا الانهيار للسلطة رح نحكي بدك عن موضوع, موضوع الانتخابات بدك تكون معك وزارة الداخلية لا تقدر تشغل الانتخابات مثل ما بدك رح نحكي عن موضوع الانتخابات ولكن كنا عم نحكي عن السلف وعن المال وعن الدعم والاحتياطي حاكم مصر في لبنان وينه اليوم؟ بكره في اجتماع لمجلس المركزي بمصر في لبنان رجع من فرنسا الحاجة. رجع من فرنسا وهيدي مش مزبوط اليوم بجريده الاخبار كانت بانه عطله هذا هو موجود ومبارح اجتمع ب... كان عنده اجتماع بمصرف لبنان واليوم كان عنده اجتماع تحضيري لاجتماع بكره وبكره في اجتماع للمجلس المركزي على جدول الاعمال بكره الاجتماع ما في موضوع رفع سقف الصحوبات بالليره اللبنانيه من الدولار لليره مية مش موجود على جدول الاعمال بس ممكن يعني انا سالت عاده بينطرح الموضوع من خارج جدول الاعمال لان التعميم اللي صادر عن نصف لبنان بينتهي مفاعيله ب 21 اذار، كانت المعلومات من كم يوم انه هذا التعميم رح يتجدد، يعني رح يضل السحوبات على 900 وانا برجح هيك لانه اليوم في حكي عم نسمعه انه ممكن ينرفع على 5200 اذا رفع على 5200 بفتكر رايحين على رفع اكثر لسعر الدولار دولار. بالسوق السوداء فلو هذا الرقم 9300 صار كثير بعيد عن الواقع بس بفتكر هو بعده الى حد ما مجمد سعر الدولار بسوق السوداء فبفتكر بكره هذا الموضوع رح ينطرح من خارج جدول الاعمال وممكن يصير في تمديد للتعميم تيضل على 3900 شهر شهر بيننا... ولا؟ ما بعرف بكره بكره بينبت بات الموضوع لا بفتكر مش أكتر اكثر من شهر بالنهايه هيدا هارك هيركات يعني, يعني الناس اليوم الدولار 15 ألف انت عم تعطيه الدولار ب 4000 تقريبا هون في فرق 9000 يعني ثلاث مرات اضعاف وهذا هيركات كمان وجزء من يعني الحمله جزء من الحمله كنا عم نحكي قبل عن استحاء رئيس الجمهوريه جزء من الحمله على رياض سلامه هو مرتبطه بمعركه انتخابات رئيس الجمهوريه وفي ناس بالبلد صورتهم شوهت لدرجه ما ممكن بقى تحسينا عم بيشوهوا صوره الاخرين من قائد الجيش لرياض سلامه لشخصية تانيه مرشح شوف. محتمل كان مرشح سليم. محتمل كان. هلا اكيد هلا احترق في في هلا بدك تشوف بكره محاولات لحرق كمان العماد جوزيف عون التدقيق الجنائي هذا شعار اليوم نعم. معتبره شي ما معتبره شعار يعني أكيد شعار يعني, اليوم ما ما عم نشوف نحن يعني كل نواب التيار وكل المحللين المنظرين القريبين من العهد كل ما يطلعوا اليوم صبح ظهر عشية هيدا عشي. مهرب على عدم تشكيل حكومة بتقول له شكل حكومة بيقول لك تديق جنائي خي عمول تديق جنائي بس تديق جنائي بده سنوات مدي انترك انا سنوات لتعمل تدي جنائي خلي يعني ما حدا منا ممكن يكون ضد جناية شو التدقيق الجنائي محاسبة الفاسدين معقول حدا يكون ضد محاسب محاسب الفاسدين يا اخي يحسبون ودق وشوف مين السارق بالعكس هذا مطلب ضروري بس لأن يعني يعني اليوم لازم في يوقف اه على عند مصرف لبنان وعند ابواب مصرف لا لبنان أكيد لا لازم يبلش ممكن باول مختريه بلديه دائره وزارات يوصل لا مروان نحن نينتنا منتابع الشان العام بشكل يومي وعلى تماس مع الادارات كلها والوزارات كلها إذا كلنا بنعرف إذا عمل تدقيق جنائي بكل الإدارات ما بيطلع ولا إدارة فيها شيء ما بيطلع ولا إدارة ظابطة ومنروح يعني عشرات السنوات مش سنوات عشرات السنوات لنخلص تدقيق لأنه ما في إدارة بلبنان ما فيها فساد في فساد صغير وفي فساد في فساد الجديد. معونان في فساد ماون ما في إدارة ما فيها فساد فأنا بدي هيدا ممكن يكون مسار بالتوازي مع مسار تشكيل حكومة والبحث عن خطة اقتصادية بعدين عهد ليش ما بلش العهد من اول يوم بمطلب تدي جديد؟ ليش نظر مرور اربع سنين وشوية تبلش جدد لرياض سلامي أه؟ ليش جيب عم... سعد الحريري اللي كان عم بيحكي عنه اليوم ليش عمل التسوي مع القوات اللبنانية يعني كل هالامور اليوم ترجع رجع كل ال... يعني كل التسويات اللي انعملت من قبل هذا العهد ان كان مع القوات اللبنانيه باتفاق مع راب وان كان مع التيار الوطني الحر ايضا مع تيار المستقبل برئاسه الحكومه إن كان مع الرئيس بر يعني كان. بس انا بدي اتهمك انك كنت ميليشيا بالحرب وعامل جرائم وكنت تدبح على الهويه وكنت تسرق الناس تسرق ربطه الخبز من الناس برجع بعمل تسويه معك بس ما تنجح تسويه برجع اتهماتي القديمه وبدي اتهمك انه كنت ساري وانت ركبت منظومه ماليه كنت عم تسرق الدوله ب 30 سنه برجع بعمل تسويه معك ومن بعدها برجع بتهمك نفس الاتهامات ومن عد ودي انا اتهمك بالسياسات الماليه اللي كانت عم بتصير لحاكم مصرف لبنان وبرجع بجدد لك برجع بتهمك نفس التهمات يعني يا روح بنفس المسار وضلك عم تتهم وروح على الاخر وادفع ثمن مطالبك ومبادئك يا بس تعمل تسويات بدك تطوي الصفحه يعني استاذ اليوم نحن مجموعه بنعرف بالسياسه وبالاقتصاد وبالصحافة وعم نشتغل صحفيين وكل يوم منتابع هل كل اللي عم نقوله اليوم وهل كل هالمزيج هيدا من الخلافات بين هالطبقة السياسية كيف بدنا نوثق نحن انه هيدي بدها ترجع تتالف مع بعضها وتتوائم وتركب حكومة على شكلها شو بدها تطلع هالحكومة؟ يعني بقول لك شغلة هيدا سؤال ما عليه جواب لأنه يعني إذا بتسمع كلنا بنقعد مع كل الناس ومع كل الأفريقيا وبنسمعهم شو بيحكوا مع بعض يعني. عن بعض طب هو كيف بكره بده يقعدوا على طاوله وحده؟ هلا حل... بحب... علنا مش نحن بنسمعهم تحت الطاوله استاذ او بمجالس خاصه، اليوم علنا الاتهامات لها هلا على القليله ثلاث اشهر من وقت ما وقفت عمليه او شهرين من وقفت عمليه التفاوض بتشكيل الحكومه منفج وغميق يوميا اللي له علاقه بالحكومه واللي ما له علاقه بالحكومه بيتهم الت... كيف هو... انه يرجعوا يقعدوا مع بعضهم؟ هاي السياسيه عندها حاله انكار وهي بلا ضمير لدرجه بيقعدوا بيقعدوا مع بعض ولا وكان شيء لم يكن شوف انت اللي عم بيحكوا هلا شوف شو كان عم بيحكوا قبل التصوير الرئاسية عن بعض ورجعوا قعدوا ومشي حالهم انا خليني خبرك هالشغله قبل انتخاب الرئيس عون باسبوع انتخب هو نهار الاثنين ب 31 تشرين قبل اسبوع انا شفته كان بعده بال بالرابي قال لي بكره كهرباء 24 24 رح تكون بعهدة هيدي عجقه السير على الطرقات رح نخلص منها الانترنت رح يكون انترنت سريع ورح نجيب استثمارات، رسم صوره مثل القطار تبع جبران رسم تبسي. صوره يعني زهريه اذا فينا نقول وقال لي اكثر من هيك الكل هول الحراميه بالحبوس بدي احطهم بالحبوسه واول واحد سمى لي احد الوزراء قلت له جنرال هؤلاء اللي عم تسميهم الحراميه رح يكونوا قاعدين على يمينك وعلى شمالك بالحكومه، قال لي بدي احطهم بالحبس واول واحد فلان هيدا الفلان عمل وزير باول حكومه وزير وزاره سيادية وزير ملك أي وزير بوزاره سيادية باول حكومه وبثاني حكومه بالعهد يعني للاسف استاذ زيني نحن كنا بنتمنى انه يكون البلد وبلدنا غير هيك كرمال اولادنا ولكن اليوم اللي عم نشوفه ابدا ما بمشر بالخير، المبادره الفرنسيه بعد قائمه؟ هلا اللي قائم مسعى مسعى روسي, روسي شفنا يعني زياره بس ولكن المبادره الفرنسيه بقلبه بقلبه ايه اذا هي اه يعني ما في شيء اسمه خلينا نقول بعد مبادره فرنسيه حل اي حل اليوم يعني اذا بتشكل حكومه بده بسموها مبادره فرنسيه بسموها شو ما كان هي حل هلا في مسعى روسي بس المسعى الروسي ما نبني عليه امال كبيره والمسعى الروسي يعني الروس ينظرون الى الداخل اللبناني من النافذه السوريه السورية صحيح هم سوريا والمنطقة جاية اليوم على انتخابات سورية وانتخابات اسرائيلية وانتخابات ايرانية. نحن للاسف مربوطين فيهم ثلاثة حل يعني بالافق ممكن بس صعب كتير. يعني يا كتر خير الله نحن هالحكومة ناطرين رضا سعودية وناطرين الانفراجات بكل دول الجوار تنقدر نشوف التحدي الأكبر من. أنا برأيي بالمرحلة الجاية هو التحدي الأمني. التحدي الأمني اللي بدنا نحكي عنه هلا. الخوف من اغتيالات سياسية، الخوف قائم، خليني أقول لك في تحذيرات توجهت لأكثر من شخص سياسية من أكثر من فريق من أجهزة أمنية لبنانية وخارجية إنه يحدوا كتير من تحركاتهم، وبقول لك شغلة في سياسيين ما عم بيتحركوا أبداً أبداً ما عم يطلعوا من بيوتهم أكثر من سياسي، وأنا بعرف يعني أنا صحافي في سياسيين بتواصل معهم ليطلوا يمكن ضيوف معي أو شيء بيقولوا نطلع من البيت ما عم نطلع برة البيت اليوم الوزير بسيل نهار الأحد برسالته اللي وجهها الظهر الوثيقة السياسية اللي أعلنها كانت مسجلة وما كان معروف من وين طالع لأسباب أمنية يعني ده صار مش شايفين رئيس حزب اللوات اللبنانية سمير جعجع ببكركي سبب أمني يعني في كتير شخصيات سياسية عم تاخد تدابير أمنية سنية والخوف الأكبر من الأمن المرتبط بالشأن الاجتماعي يعني بكرة اذا بقينا الوضع هيك اليوم شفنا سوبر ماركت فاتوا عليها بالنهار صحيح. بكره ما رح بس تعتم الدنيا ما رح بقى نلاقي محل مسترجي يفتح بوابه اذا ضل الوضع هيك فراحين ممكن نروح اذا بقينا هيك رايحين على وضع اجتماعي متفجر وشفنا اللقاء اللي صار من كم يوم بين نيب وليد جنبلاط والنيب نيب سابق وليد جنبلاط والنيب طلال ارسلان ما كان لبحث موضوع التمثيل الدرزي بالحكومه كان تحديدا للموضوع الامني في خوف من يصير في اشتباكات امنيه بين الفريقين وخصوص ولا تحييد المناطق اللي هن يعني متداخله بيناتهم لتحييده عن ما ممكن ان يحصل اجتماعيا وامنيا بالمرحله الجايه وفي اجتماع راح يصير بعد ايام كمان راح يتكرر مع يعني مشاركه من حزب الله بالاجتماع أه. استاذان يعني كمان إحنا, احنا في بدايه نفق جهنم ما صرناش بنصه مثلا لا ما صرنا بنصه بس فتنا فتنا في النفق ما صرنا يعني على البيت يعني اللي عم نشوفه نحن اليوم من احداث يعني بالشارع وبعض الفلتان بالشارع هذا بعدنا بالبدايه بعدنا بالبدايه بس بكره كل واحد له دين مع الثاني رح يروح يحصله بايده بكره كل واحد رح يجوع ورح يقول له ابنه بدي اكل وما يقدر يطعميه، رح يروح يجيب له الاكل بايده وبالقوه، يعني رح نشوف نرجع مشاهد يعني ويعني الحمد لله بعدها آه محصوره بالمناطق ذاتها، لانه اليوم في مناطق خطوط تماس اذا بلشت فيها هيدي القصص يعني في هون التحدي الاكبر افتكر التحدي الاكبر لابنيني. والكلام اللي قاله وزير الداخليه لانه يعني عنده علم به بهالموضوع وهذا كلام يعني إله مربوط كمان بكلام قائد الجيش يعني قائد الجيش يعني كل قائد الاجهزه الامنيه عم بيطلعوا على تقارير يوميه وبيعرفوا شو عم بيصير بالبلد امبارح شفنا عمليه اغتيال كمان جديده لرائد بالجيش اللبناني بوقت كل العمليات الاغتيالات اللي صارت اخر كم شهر بعد ما وصلنا لاي خيوط فيهم وهذا بيشجع على استمرار طالما فتحت استاذ زاني انت موضوع الاغتيالات وموضوع القضاء والامن هل القاضي بطار غير القاضي صوان وهل سيصل الى نتيجه برايك؟ وهل بتلاقي انت يعني طريقه تنحيه القاضي صوان سليمه؟ أه لا اكيد مش سليمه بس كمان في كتير ملاحظات كان على اداء القاضي صوان، يعني قاضي صوان مرق فتره طويله بعد ما وصلنا فيها كنا لنتيج ملموسه، في ناس بالسجن كلنا بنعرف انه مظلومين يعني وفي ناس برات السجن كلنا بنعرف انه متورطين، يعني يا بده يكون كل من عرف بوجود النترات بالسجن يا بس روح بالمسؤوليه على اللي هن فعليا متورطين مش بس كانوا على علم وانا احد القضاه المعنيين مش عم بحكي عن القاضي بس احد القضاه الكبار المعنيين قال لي بعد ايام من وقوع جريمه انفجار المرفا قال لي انا بكل راحه ضمير في حبس من راس الهرم بالدوله اللبنانيه رئيس الجمهورية ونزول وفي بر الكل يعني في حاسب كل اللي كانوا على علم بوجود النترات وفي يبرر كل لانه يعني. لانه ما راح حدا ولعهم وفجرها بالقوه بس بالنهايه انفجار بهالحجم لازم يكون في محاسبه القاضي بيطار ما حدا بيعرف شو راح يكون مساره هلا القاضي بيطار كمان وقع بين شقوفين يعني اليوم اذا افرج عن الموقوفين راح يقولوا اه بلشت التسويه وبلش يظهروا واذا خليهم بيكون عم بيواصل كمان عمليه الظلم لان في ضباط وموظفين كلنا بنعرف انه ما لهم علاقه بالموضوع وفي ضباط قاموا بواجباتهم كمان وبعدهم بالسجن بس هون سؤال بيطرح حاله استاذ زاني انه اللي ما قدر وصل له صوان هو ليه القاضي صوان وهو لا بده يوصل القاضي بطار لا بده يوصل القاضي الحل بتدخل دولي الحل بتدخل دولي نحن بنقوم قيمتنا على البطرق الراعي وبتقوم قيمتنا لان طرح المؤتمر الدولي بتقوم قيمتنا على كل في الجهات يلي بالنهايه بلبنان يعني السيد نصر الله قال نحن ضد تدويل، وين كان نايم محمد رعد امبارح؟ يعني شو راح حكي بروسيا؟ وغيره وغيره وغيره، يعني كل واحد فاتح قناه خارجيه، رئيس حكومه مكلف من بلد لبلد. يعني كمان ف يعني يا تدويل على الكل يا بلا تدويل. استاذني موضوع الانتخابات النيابيه هناك يعني بدايه حديث ووشوشات وبالصالونات انه تأجيل هذه الانتخابات النيابية التي سوف تجرى يعني بعتقد بأيار بأيار المقبل سيكون نحن, بأيار نحن نحكي انتخابات آيار بال... الفين و... الفرعية أو لا لا الف... الانتخابات اللي بمواعيد الدستورية الانتخابات العامة مم. انتخابات فرعية لهلا ما في انتخابات فرعية يعني. هلا ما في حتى نحن عم نحكي عن الانتخابات العامة من مم. الاحتمال كبير انه ما تكون وفي... ما في في شيء خليني اقول لك في يعني سيبة ركبت وهيدي يمكن نسمعها كثير بالمرحله المقبله عند كل مطالبه انتخابات فرعيه رح يقولوا لك في اسباب صحيه وفي اسباب ماليه في اسباب صحيه يلي يعني مرتبطه بكورونا، في اسباب ماليه الدوله ما معها مصاري تعمل انتخابات، في اسباب امنيه انتخابات فرعيه هلا ممكن يعني البلد ما بيحمل امنيه، فهودي رح تسمعهم كثير للتحجج بعدم اجراء انتخابات فرعيه انتخابات يعني الرئيس بري كمان مصر انه ما لا لا, لا فرعية. عم, نحكي فرعية. عم نحكي عن الفرعيه عم نحكي عن الفرعيه عن الفرعيه انا عم بحكي عن الانتخابات العامه استاذ العامه فرعيه يعني في امكانيه ما تحصل بسبب الظروف اللي نحن لا. عم نعيشها ولكن انتخابات عامه لاعاده لا انبثاق سلطه من جديد ته الشعب بيقول شو بده ما فينا نعرف بعد سنه قديش رح تكون السلطه الحاليه مرتاحه بوضعها ما بنعرف اذا رح تبقى هيدي السلطه الحاليه ما بنعرف اذا بكره رح نشوف مشاهد ناس عم يقتحموا مقال رسميه يعني هيدا سيناريو ممكن يوصل يعني ممكن نوصل له في حال كانت السلطه مرتاحه على وضعها وبعدها متحكمه بالامور مثل ما هي اليوم ما رح نشوف انتخابات نيابيه بوقتها هذا المجلس هو رح ينتخب رئيس هذا <applause> <applause> اللي بدي اسالك يا استاذ اليوم بعمليه تعرف انت بتعرف الارض كثير منيح بعمليه اه يعني راحه الاحزاب في خوض هذه الانتخابات النيابيه تنبلش فيهم حزب الله ما عنده مشكله عنده مشكله حزب الله مشكلة؟ لا. الوحيد ما عنده مشكله ماكسيم بيخسر نايب هالكوان. طيار المستقبل عنده مشكله كبيره عنده مشكله طيار وطن الحر يعني بفتكر طيار المستقبل وطيار وطن الحر هن اكثر فريقين عنده مشاكل بقيه الاحزاب تقدم الاشتراكي الى حد ما ممكن يعني يخسر نايب اثنين آه، القوات اللبنانيه بيحافظوا على اكيد بيحافظوا على حجمهم واكيد رح ي... مع مع احتمال زياده ما بنعرف قديش بس مع احتمال مرجح لزياده حزب الكتاب اكيد رح ي... آه، رح يزيد بدوبل بعتقد آه. انا بكل يعني... ما خلينا نقول آه. اكيد يعني هول الاحزاب بتحافظ من المؤكد انه بتحافظ على حضورها وبيزيد يعني مع احتمال اضافي النواب اللي استقالوا بفتكر كلهم قادرين يرجعوا كل اللي سالوا قادرين يرجعوا وفوز محتم باي بال... 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 انتخابات بتصير القصه عند الطيار الوطني الحر وطير المستقبل ده رح يخسروا اكيد رح يخسروا القصه دا رح يخسروا خصوصا الطيار الوطني الحر يعني ما عم نحكي سياسه وعم نحكي ارقام وعم نحكي واقع اكيد رح يخسروا واليوم اذا بكل دايره خسروا نايب يعني بالمتن خسروا نايب خسروا وين خسروا نايب شمال نايبين حسب الدوائر يعني يعني, نوع. يعني نكون وصلنا ل 10 نواب وهذا أكثر. يعني في كثير استطلاعات راي عم بتصير عم بترجح انه يصير حجم التكتل اللبناني القوي حوالي 13 ل 14 نايب يعني عم نكون نزلنا يعني بين 12 وال 14 نايب يعني نكون عم نزلنا يعني اكثر من 10 نواب استاذ زاني موضوع السلاح المقاومه هل بتعتقد انه المرحله الجايه هي من بعد تشكيل الحكومه مرحله بحث جدي بموضوع هذا السلاح لانه طبعا البلد وما وصل اليه لا يحتمل بقى يعني كل هالغضب من اوروبا ومن امريكا ومن الخليج ومن العرب علينا، وسبب من هالاسباب هو هو السلاح. نحن رايحين او على خيارين، او بنروح على انفراج ما، تسويه ما بترجع يعني بتريح البلد بس اكيد هاي يعني السلطه ما بتضل متحكمه مثل ما هي هلا بكل زمام الامور، وبتروح على خيارات اصلاحيه بالمال وبالانتخابات النيابيه وغيرها وغيرها. يا منروح على انهيار كامل إلى انهيار كامل عم نحكي سنين مش سنة وسنتين أكتر إلى حين يعني تسليم حزب الله لصلاحو يعني يا منروح على خيار إصلاحي مالي إصلاحي بيرجع بجلس البلد فيه اقله لسنوات ما يعني من ضمن هيك يعني خريطة طريق معينة أو منروح على انهيار كامل الانهيار الكامل يعني هيدا ماشي اللي عم نشوفه اليوم اذا وصلنا انهيار كامل انهيار كامل يعني نحن على سنوات طويله الى لا ينتهي الا بتركيع حزب الله بس المشكله او بتسوي مع حزب الله بموضوع السلاح تسوية يعني التسوي اليوم الفرقاء صعبة. صعبة. اذا ما نكون واقعيين تسوي صعبه بس تركيع حزب الله القصة انه رح يكون في تركيع لكل اللبنانيين، اليوم في م. مسار عم نشوفه تقريبا من سنة ونص الثانية، يعني قبل 17 تشرين بشوي بلش، عدم تمييز بين حزب الله ولبنان بالنسبة بالنسبة لصناع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية وبطل في تمييز بين جناح عسكري وجناح سياسي حتى اليوم في الله. تصريحات هلا لا قبل ما فتح على الاستوديو كان في تصريحات لمسؤول أمريكي إنه ما بقى تميزوا بين جناح عسكري وجناح سياسي لحزب الله، حزب الله هو حزب الله، لا أكثر حزب الله هو لبنان يعني في وفد مصرفي بيزور الولايات المتحده سنويا هالسنه ما زاره بس اول كل سنه بمطلع 2020 راح زار يعني مسؤولين بالاداره الامريكيه وعمل وفي وفد نيابي ايه وعمل لقاءات سمع من كل المسؤولين هون انتم حزب الله قالوا يقولوا له نحن ما خصنا بحزب الله طالما انتم بلبنان يعني انتم حزب الله يا بتفصلوا حالكم عن حزب الله يا رحنا رح نعتبركم كلكم حزب الله بس هاي التسويه اللي لها علاقه بالسلاح يعني عم نحكي بسنوات طويله رئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل تحدث عن جبهه معارضه هذه الجبهه سوف يعني تنشا او يتم اعدادها أه عم بيصير قريباً. عم بيصير اجتماعات ومن كم يوم هلا انا المفروض افشي اسرار حزب الكتائب على صوت لبنان بس صار اجتماع يوم الجمعه الماضي اجتماع ضم حزب الكتائب وعدد من مجموعات الحراك الشعبي اجتماع على زوم يعني خطوه من ضمن الخطوات لانشاء هذه الجبهه كان فيها حزب كان فيها من المجتمعين رئيس حزب الكتائب ومسؤولين بالحزب امين العام وغير مسؤولين كان في نائب المستقيل ميشيل معوض وكان في ممثلين عن عدد من مجموعات الثوره بيطلعوا اكثر من عشر مجموعات يعني يعني في سعي لانشاء جبهه تعطي امل الجبهة يعني ما رح تحدث انقلاب بالمشهد السياسي اكيد بس بكي ممكن يكون بقعه ضوء ممكن يكون بقعه ضوء وجبهات تانية ممكن يكون بقعه ضوء يعني نحن بي يعني بالنهايه استاذ مروان الكلام اللي قاله البطرك خطاب على شرفه صرح البطريركي عطى امل للناس الخطاب اللي قاله قائد الجيش قدام مجموعه من الضباط عطى امل للناس الناس صاروا بنفق مسود لدرجة الله كلمة بتعطيهم أمل هيك جبها ممكن تعطيهم أمل لأنت بالنهاية ما بيسوى ما بيكفي كل يوم بتسب السلطة بدك تلاقي بديل يمكن تكون بداية وانطلاقة نحن بنعرف انه قرنة شهوان كانت وقتها هي الشرارة اللي عملت لقاء لك... البريستو اللي عملت 14 أدار أنا كمان واللي أخرجت سوري من لبنان ادعى هيدي المروحة يلي ممتازة مروحة ال... يعني المجموعات اللي عم تجتمع ضروري جدا تتوسع أكثر وضروري كل هيدي عناصر تفرقة بيناتها انها تزول اليوم نحن طبعا رح, رح يكون في اكيد ورقه سياسيه وثوابت سياسيه بتصدر عن هالجبهه واللي هاجم عنده اياها بينضم السلطه انه كيف على وزير بالزيد وزير بالناقص عم يختلفوا فنحن كمان يعني مش نحن هل الفريق المعارض كمان ما لازم يكون يضل يعني واقف عن اختلافات معينه يعني لا لازم هيدي الاختلافات تزول ويصير في مد يد لكل القوى يلي ما تلوثت بالسلطه ومعرف اعرف اختلافات واعتقد فيه انا طيب. انه طيب. هيدي الجبهه استاذاني يمكن تكون كمان متنوعه ومتلونه طائفيا كمان أكيد من كل أكيد. المناطق وهذا الشيء بيعطيها والاجتماعات دفع عم بتصير أكثر. هي مع مع يعني في تلوين طائفي عم بيكون فيها استاذاني كلمه اخيره باعتقادك هل الدولار سيثبت على هذا الحد سيكون هناك ارتفاع زياده هل صحيح انه موضوع رسمله المصارف او تعليه رسمله المصارف هو سبب اساسي في رفع الدولار والايام القادمه شو بينطرنا ممكن يكون موضوع رسمة لان في النهايه فاتت المصارف بموضوع السوق السوداء وعم تشتري دولار بس بس كله بنرجع للاساس اليوم بقول لك في ناس بيطلعوا بينتقدوا حكي مصرف لبنان بينتقدوا المصارف اوكي في كتير قصص غلط فيها حكي مصرف لبنان وغلطوا فيها المصارف بس بنرجع للاساس للسلطة السياسية الغلط بدأ من السلطة السياسية ولا حل إلا من داخل السلطة السياسية ترجع تروح على تشكيل حكومة حكومة تعطي ثقة لدى الناس حكومة مستقلين تعمل صدمة إيجابية بيرجع لوحده وبيقشط الدولار لو فاتوا البنوك بموضوع زيادة الرسمة لو شو ما صار هيدي الحكومة والضرب بيد من حديد معلش عندنا وزير الدفاع ادمية ومرتبة وعندنا وزير داخلية صديق وما في منه وادمي بس كمان بدك ضرب بيد حكم عديد. هيبة ضرب حكم هيبة عم نشوف الصرافين بيتوقف اطول واحد بيتوقف يوم يومين وبيرجع بيصير في تدخل سياسي بيفرج عنه ف ما بيسوى كمان ثلاث أربعة اصحاب ابلكيشن قاعدين بادلب وبتركيا وما بعرف وين عم بيتحكموا بمصير بلد يعني وشفنا اعلان بعبدا ومقرراته يلي اذا بعد في شيء هيبه لهالدوله زي زي بس زي كمان مش المنصه هي اللي عم عبدها. بتعلي وتوطي لا الدولار بس كمان هو كله المزري ما في انا اطلع بيان بهالحجم وبقول بدي اضبط وبدي اعمل وصار قاطع اكثر من جمعه ما عملنا شيء خلاصه حلقتنا زاني اليوم هي نهار الخميس مثل ما قلت لنا كلام السيد نصر الله بيحدد المسار اذا رايحين على انفراج حكومي او مستمرين بالانهيار سقفه والكلام والكلام عن زياره زيارة الوفد حزب الله إلى روسيا علما أنه كبير من الزيارة كان الموضوع السوري هو طاغي فيها مش يعني ما راحوا حكيوا بس بموضوع الحكومه اللبنانيه للاسف يعني أستاذ زاني انه جهه حزبيه هي تحدد المسارات في لبنان هذا لبنان والمؤسسات بعمليه شلل ان كان برئاسه الجمهوريه او كان الرئيس المكلف شو هو المثل استاذ كان... مروان يا فرعون فرعنك قال فرعون اتفرعنتوا ما رد ولا ريزون دو توجور لا, لا, لا هو بصف. الاقوى اليوم على امل انه تصير دولتنا هي الاقوى كان معكم من وراء الميكروفون في هذه الحلقه من شات المساء مروان الدوم والضيف العزيز الكاتب والصحفي داني حداد الى اللقاء